هضرت 66 كف نطروشك حاب نضحك عليك رجال ضربت نقصمك شريكه الدره واللي من جد نقبلك عينك غرا بيكو جمعول اليوم باش يهبل الغاشي ضحيه عن نهار اليوم لحقت حتى وين ضرباتو الله يستر بلا عقل عليهم يا بيكو لي برايك وشنو هو السبب اللي يخلي الناس ترمي والديها في دار العجزه شوفي اختي كاين تعددات بزاف كاين يقدر اللي يقدروا يحرشوا صح كيفاش خويا واش راكو دايرين سوجي اختي خويا بصح شفت الطفله شغل نورمالمون كان لازم تسقسي باش تدخلي كيفاش نسقسي نورمال عادي نتوما كنتو تهضروا مع الشاب انا مش شاب كيفاش متجابجاتك نورمال داخل دايره واش دخلك ما عجبكش الحال ما عجبك هضرتي معاها ولا معاك داخل في الوسط مانيش خدام معاها بصح ما تدخلش في الوسط خويا العزيز ضربني انت ضربني حلينك حلينك كل حد نضربك نضربك ما انا جامي ضربت طفل بصح نضربك نقسمك شريكي الدار واللي من جات الدار من فضلك خويا على وجهك على وجهك خير يعطيك الصح هاي نعاود حول ولا قوه الا بالله استغفر الله يا رب مرحبا بك معنا اختي تقدري تقولي لك علاش شتي تهضري معايا هكذا خويا العزيز توسوس ما توسوسش شي شغلك ولا علاش كي تعيطي علاش تعيط خويا سيرك تقولي الناس ما تقوليش الناس انت داخل ديرك هكا تقول كيفاش ما نعيطش هادي انت مريض معليش معليش اختي طلع يدك تحط طرف وحدك انت صاحبك راه ادي لا طفله معليش نوقف هنا يوقف ما يهدرش يوقف ما يهدرش معليش يبان 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 بانو زين فمك سلام عليكم سلام عليكم خليه تبان تبان معليش هكا تقبلك عينك غير راح تخزرش فيها هكا تقبلك عينك راح خلاص انا خويا خلاص انا واقفين انا واقفين شوفي روحك معليش خليني واقف شوفي روحك انا واقف معليش حنعاودوها هكا يا اختي اوكي مرحبا بك معنا اختي تقدري تقولي لي برايك وشنو هو السبب اللي تخلي الناس ترمي والديها في دار العجاز اختي كان حرام اختي اللي يرمي والديها في دار العجاز روح تهضر في بلاصتي خير اروح نعطيك حجابي روح تهضر في بلاصتك علاش لازم مرات تهضر لازم مرات لا 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 معليش نعاودو خليها تهضر خليها خليها ما نفض قد معليش تبانو على وجهك عن بالك انا على وجهك دير ليش الوجه خويا يعطيك الصحه لا لا الكادر باش تبانو عندنا انت شويه لهنا الكاميرا دوري نعاودو تقدري تقولي لي برايك وشنو هي السبه اللي تخلي الناس ترمي والديها في دار العجز شوفي اختي انا مانيش حاب نرمي والدي في دار العجز دوك انت واش راك تحوس انت رميتي والديك في دار العجز وانت رميت والدي انت رميت والدي ما علاش نسقسك حاجه الميكرو تاع هكا تاع هكا ما تاعش هكا تاع هكا زينه اختي روحي 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 الكوزينه فارغي الشغل روحي الكوزينه انا فارغ شغل معليش وين انت يا الكوزينه انت هي في الكوزينه اختي كل ما جيتي طفله نضربك قول والله نضربك صاحبي طفله ب 100 راجل سيل اقدم نو 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 حنتي مقلق ادي صاحبك فضلك هادو ما ما يستاش نروحي زعما الكوزينه راهي عباك نقول لك حاجه انتوما اللي خسرتوا الجزائر باش تجي تفهمها مليح اختي ما تجاوبيش الكاميرا وخدمي خدمتك كملي اختي الزلالة درت الميكرو ليا في الكاميرا كنت جيتي تعرفي تشوفي في الكاميرا ياك وتهضري ما نشوفش شوف فيك انت راك حابه تباني اي حابه تبان حابه تشيع نشيع خليني نبان شيعكم واش راكم حاب انا حاب نشيع حاب تشيع دير كيما الاخرين هاني ندير كيما الاخرين تشيع وتبهدل انتوما كو باينين معليش بتبهدل وراضي راضي اي راه شيع بعيد خويا لازم تشعش هنا معليش 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 بلا مزيه عاودي تعرفي تهضري انتيا تعرف تهضر خويا علاه ما عنديش لسان ما عنديش فم تهضري نشوف ما عنديش لسان ما عنديش فم هضري هضري شوف نهضر 66 كف نطروشك غرا والله لا سيتو ها راه نسيت حاب نضحك عليك رجال حاب نسيت عليك رجال حاب نضحك كاميرا لا لا كاميرا كاشي كاميرا كاشي كاميرا روح اختي روح روحي روحي ياك ولا عجبت عجبتني تعال نضربك 66 كيف نضرب شك مقلقاني شوف قلقني لعب لي على المور انا تهضري معايا وهو داخل في الوسط تقسي فيا هو نحب نشاع انا نحب ندير يقلق صبر عجب حكمتك حكمتني والله غير دارها بيا حكمتك ولا دارها بيا حكمني والله غير حكمني بصحة رمضانكم ان شاء الله تعيدوا بالصحة ولا هنا صحة فطوركم بصحة رمضانكم صحة فطوركم صحة رمضانكم صحة ليه هي صحة عيدكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم